من النادي الاهلي، لكن لسه مستمرين معاكم. ومعانا طبعا في هذه اللحظات كابتن محمد نجيب ومحمد هاني. ومحمد نجيب اتكلم معانا، بس حابب تقول ايه لمحمد هاني؟ محمد هاني ما هقوله، انت لعيب كبير وربنا يكرمه ومستقبل النادي وان شاء الله الفتره الجايه. قول لهم مين اللي مفوقك في الاوضه؟ لا صراحه ربنا يكرمه يا رب كده، هو لعيب كويس ومن احسن باكات الرايت موجودين في مصر، وربنا يكرمه ويتمنى له التوفيق الفتره الجايه باذن الله. يعني والله العظيم محمد نجيب ده المفروض يتعمل له تمثال في النادي الاهلي ده، اقسم بالله. بص من يلعب ما يلعبش، بص بطل في كل الاوقات يعني. والله يعني ربنا يديله الصحه ونشوفه على طول ان شاء الله. مبارك لكم طبعا الفوز بالبطوله النهارده، لكن الفوز كان مهم جدا، وبطوله كان جمهور الاهلي مستنيها بالذات عشان بقى لنا فتره. اه طبعا يعني والله انا زي ما قلت لك بطوله مهمه جدا، غايبه بقالها فتره، والحمد لله يعني كان بقالنا كتير قوي ما خدناش دوري وكاس مع بعض في سنه واحده. الحمد لله ان شاء الله افريقيا والسوبر باذن الله ان شاء الله. لسه مكملين معاكم طبعا كابتن فاروق وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن من داخل اتوبيس فريق النادي الاهلي هيكون معايا علي معلول. علي 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 معلول.